صناعة آلات الحصاد من الجيل الجديد بالمؤسسة الصناعية لولاية سيدي بلعباس، برنامج تم إطلاقه لبلوغ سقف 1000 حاصدة سنويا بداية من العام الجاري، وهذا تعزيزا للشراكة الجزائرية الفنلندية. فيه جانب أساسي، احنا كنا في الماضي الفلاحة بصفة عامة كان ضياع ما يفوق عن 25% من القمح. إذا بموجب هذه الآلة الحاصدة الجديدة التي ننتجها مع فنلندا وشركة سومبو، سنقتصد 25% من الحبوب في كل موسم، أي ما يقارب وما يقارن 15 مليون قنطار. استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لفنلندا لتوسيع نشاطها من خلال فرعها بالجزائر. وحسب البرنامج المقترح فإنه يؤشر إلى نمو معتبر ومماثل لما يجري من صناعة في فنلندا، وهذا شيء إيجابي لشركتنا الثنائية. شريف رحماني أشار إلى أن التعاون الثنائي سيسمح بتجديد الحظيرة الوطنية للحاصدات، كما يهدف إلى تغطية حاجية الفلاحين من هذا العتاد الضروري لحملة الدرس والحصاد. المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي بسيدي بلعباس أنموذج مثالي لشراكة الجزائرية الفنلندية في مجال صناعة آلات الحصاد وبمقاييس عالمية. لنتابع. آلات الحصاد بمركبة تصنيع للعتاد الفلاحي بولاية سيدي بلعباس سيقفز إنتاجها من 500 وحدة حاليا إلى 1000 حاصدة من الجيل الجديد سنويا ابتداء من السنة الجارية، مع إمكانية التصدير على المدى المتوسط. وقد تم إنشاء هذه المؤسسة المشتركة بين الشركة الوطنية لصناعة العتاد الفلاحي وشركة سومبو الفنلندية في 27 جويلية 2010، التي تبرز كإحدى الاستثمارات الهامة الموجهة لتعزيز القطاع الزراعي، حيث دخلت هذه الآلات حيز الخدمة خلال الموسم الفلاحي الماضي. إن مشروعا بذات الأهمية يستدعي التقدم بخطوات ثابتة، باعتباره سيكون بمثابة ركيزة لصناعة أخرى مماثلة كآلات خاصة بجني مادة الذرة. اليد العاملة النشيطة في هذه المؤسسة خريجة المعاهد الجزائرية وتتلقى تربصات بالخارج، كما أن نسبة الأسهم الوطنية في الشركة المختلطة تقدر ب 62%، بينما 38% المتبقية تابعة لدولة فنلندا. وأمام ممتهن الفلاحة بالجزائر فرصة لتجديد عتادهم من الحصيدات مرورا بالدعم المقدم من طرف الدولة والمقدر بأكثر من 60%.